راح أعلمكم كيف تسوون لعبة مثل هذه بطريقة سهلة بدون استخدام لغة برمجة بواسطة برنامج كونستراكت لصنع الألعاب والتطبيقات على الكمبيوتر والجوال. بالبداية راح أعلمكم كيف تثبتون البرنامج على أجهزتكم بسهولة تامة. ندخل على هذا الموقع، وضعت لكم الرابط في وصف الفيديو، ثم نضغط على هذه الأيقونة ثم نفتح الذي قمنا بتحميله، ثم نضغط على Next 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 Next. مبروك، لقد حملت ونصبت البرنامج. الحين راح أشرح لكم كيف تسوون اللعبة، أترككم مع الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نشرح لكم ببساطة كيف تنشأ لعبة صغيرة، يعني هي خنقول راح إن شاء الله تكون مقدمة ل إن شاء الله بإذن الله لصناعة ألعاب إن شاء الله مستقبلية. طبعا هذا هو البرنامج، طبعا هذا البرنامج اسمه كونستراكت. طبعا نضغط ملف ثم ناو جديد، طبعا نختار على حسب اللي أنت تبغى 720 درجة، اللي أنت تبغى، يعني تبغى HD أو Full HD، أنا بختار Full HD. ثم ننسخ الرقم الموجود هنا. طبعا هنا الصفحات، وهنا اللي تضع فيه الأوامر أو الكود، لا تخافون، يعني مش كود يعني حقيقي، إنما راح تشوفون سهل جدا 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 سهل. طبعا راح أضيف العديد من الصفحات، أضغط هنا وأيضا أضغط على هنا، سميها مثلا صفحة الأولى، صفحة واحد، صفحة اثنين، صفحة. طبعا أهم شيء أنك ترتب الملفات هذه عشان ما تتلخبط. طبعا اللي تو نسخناها نقوم إيش نلصقها هنا على جميع الصفحات، نضغط هنا الآن هذه الصفحة الأولى، لما أحط مشاهدة أو يعني معاينة الصفحة فارغة جدا ما فيها أي شيء. طبعا بالبداية تذكرون أنتم أنا حطيت ابدأ على الصفحة الأولى، هنا نجد لما أحط معاينة تلاحظون أنه موجود ابدأ، لما أضغط ما في أي يعني نتيجة. طيب الآن راح أضع الكود أو الأمر أنه دخلني على الصفحة الثانية. طيب نضغط من هنا ثم نضغط على هنا، نضغط دبل كليك ثم نضغط على تاتش ثم نضغط على الصفحة الخاصة، يعني هذا الصفحة الأولى خاصة فيها هذا، الصفحة الثانية خاصة فيها هذه، وهكذا يعني. المهم راح أضغط هنا تاتش ثم نضغط على هذه، نختار هنا دن، ثم نختار الأمر. الأمر يقول نقول له إذا ضغطت هنا على صفحة ابدأ انتقل إلى الصفحة الثانية، انتقل إلى الصفحة الثانية، دن.
طيب لما أعاين معاينة، لما أضغط انتقل لي مباشرة إلى الصفحة الثانية. طبعا بالبداية تقولون أنتم صعب، وجدا سهل، جدا 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 سهل. طيب الحين راح نسوي اللعبة أنا وياكم، وراح نشوف جدا البساطة. طبعا هنا جميع الصور أنا حافظهم، طبعا مسوي، طبعا الصور مصممها في برنامج بوربوينت. طبعا نضع الأرضية، تمام، هذه الأرضية كما تشوفون، ثم نضع الباب هنا، هذا الباب، طبعا تكبره وتصغره على حسب اللي أنت تبغاه، ثم نضغط على اللاعب، طبعا فليكن اللاعب هذا هنا، طبعا نصغر حجمه بالشكل هذا. طيب نسوي معاينة هنا البداية، نضغط، ما صار أي شيء، ما تلاحظون أنه يعني مجرد عبارة عن صورة. فنبغى نحرك الأشياء الموجودة هنا، نضغط دبل كليك، ثم نضيف يعني مكعب بالشكل هذا، نضعه هنا، وهذه راح تكون الأرضية اللي يكون فيها الجاذبية الأرضية، يعني اللاعب راح يمشي من خلالها، أو البلاير هذا يعني. نضيف واحد ثاني دبل كليك، وهنا، تمام، يا سلام، انتهينا. الآن نضغط هنا، ثم نعرف، نقول ان هذه تراها الارضيه ادت، تمام، وهنا ايضا ونقول ان هذه ترى الارضيه ايضا ادت، تمام. خلاص عرف البرنامج ان هذه عباره عن الارضيه. الان اللاعب، نقول ان هذا اللاعب، نعرف البرنامج ان هذا هو اللاعب، نقول ادت. الآن نقوم بالتجربة، نلاحظ أن صار هنا جاذبية، هنا في جاذبية أرضية، واللاعب يتحرك، تمام، وهنا سقوط، تمام. الآن أنا أقدر أتحكم بالسرعة، سرعة اللاعب، وأيضا القفز، هل هو قفزه صغير كبير. طبعا أنا راح أحط القفز، يعني مدة القفز لما أنا أضغط أبتل على الجمب أو القفز راح يوصلني إلى مكان بعيد. بضغط مثلا هنا رقم 5000 ونجرب نشوف، لما أضغط شفت شلون يعني صارت مسافة جدا بعيدة. طيب يا شباب، الآن راح أخلي البرنامج يعرف إن إذا أنا وصلت لم الباب يفوز، تمام، كيف؟ طيب علشان هذا الشيء ننتقل للصفحة الثالثة. الصفحة الثالثة راح نعرف أو نحط صورة، يعني إن لقد فزت، مبروك انك فزت في اللعبة، او الى اخره، او الانتقال الى اللعبة الى المستوى الثاني اللي انت تبغاه. طبعا انا بس عشان هديمو، عشان بس يعني انا بعرفكم عليها، اقول مبروك لقد فزت. طيب ننتقل ل الاكواد
وراح أضع هنا، اختار صورة اللاعب، next، بعدين اضغط على هنا واقول له اذا وصل لهذه الصورة فانه وش راح يصير؟ راح ينتقل الى الصفحة رقم 3، راح ينتقل الى go to صفحة رقم 3. تمام، نجرب ونشوف. نجرب، بسم الله، نضغط، تمام. طيب بسم الله، فلما مباشرة وداني إلى الصفحة الثالثة. طيب يا شباب، الآن راح نقول، راح نحط مثلا الحين أنا لما ألعب الآن وخسرت، طيب كيف أبا يعني أطلع من اللعبة، أو أني أنا أضع خيار هنا، أنا وضعت هنا اللي هي الإعادة مثلا. طيب أنا أبغى إذا ضغطت هنا يوديني على الصفحة رقم 2، طيب شو أسوي؟ راح أقول touch، بعدين هنا، بعدين اضغط على هذه، إذا ضغط على هذه وين يودينا؟ وين يودينا؟ يودينا لم الصفحة رقم 2. نجرب، بسم الله. طيب خلني أخسر، يا سلام، لما أضغط هنا يا سلام رجع لي على نفس الصفحة. طيب يا شباب، الآن أنا أبغى إذا وصل للباب يطلع صوت يعني مبروك لقد فزت، يعني يطلع صوت اللي هو تصفيق أو شيء. فروح للميوزك، أدت صوت تصفيق مثلا، أنت تجيبه من النت، بس بشرط أنه يكون الصيغة OGG. طيب كيف أجيب الصيغة OGG؟ مثلا لو هو عندك فيديو أو شيء أو كذا، تروح لمحول الصيغ، هذا برنامج محول الصيغ، وفي برامج ثانية، ثم يعني تحول الصيغة إلى OGG، فيها MP3، ولازم تحول الصيغة إلى OGG. طبعا نحط موافق، أوكي. طيب ما صار أي شيء، لكن الآن لازم نضيف أوديو، دبل كليك أوديو، ثم نضغط هنا، نضغط على صورة اللاعب، ثم نضغط هنا، ثم نضغط إذا وصل إلى الباب يطلع صوت، نضيف أوديو هنا، بلاي، وصوت التصفيق هو تعرف، لأن ما عندي إلا هذا الصوت، فنقول له دن، ونجرب نشوف وش راح يصير. بسم الله، أني الحين أفوز، بسم الله، أوبا، يلا، يا سلام طلع الصوت. طبعا الآن عندنا آخر شيء راح نسويه. طبعا لما أضغط هنا يعني اللاعب هنا شكله يعني واقف كذا، ما أبغاه هنا، أبغاه يتحرك، أبغاه يصير تفاعل فيه، فأضغط هنا دبل كليك، ثم أضيف صورة هنا،
أضيف الصورة اللي مغايرة لها، نسمي هنا الوقوف، هذا الوقوف تمام. وهنا نضيف واحد جديد نسميه القفز، القفز تمام. القفز طبعا نحط له صورة أخرى تختلف اللي هي هذه. بعدين نشوف ما صار أي شيء تقريبا. طيب نروح اللي هو الكودينج، ثم نضغط على صورة اللاعب، ثم نضغط على عند القفز. وش راح يصير عند القفز؟ أبغى صورة اللاعب، ثم نضغط هنا، ثم نضغط على صورة اللاعب، ثم نضغط على الجمب، ثم نضغط على صورة اللاعب أيضا، ثم نضغط على هنا، ثم نكتب هنا القفز، القفز دان. ونشاهد، يا سلام، ولكن ايش تحول، يعني يبتل الى الشكل هذا. طيب نضيف الثاني هنا، خلنا نشوف هنا الوقوف، ايوه هنا الوقوف، لازم نكتب نفس النص الموجود. فنختار صورة اللاعب، ثم نختار هنا، ثم نختار هذا، ثم نختار هنا، ونكتب هنا الوقوف، الوقوف على نفس العبارة الموجودة هنا. لما نلاحظ هنا الوقوف، هنا القفز. طيب نجرب، طبعا ما تغير شيء، والسبب هو أننا لم نضع ضغط هنا، هنا يس وهنا نو. ونلاحظ نشوف، تمام ما شاء الله، الأمور طيبة جدا جدا الحمد لله. وهذه نهاية الشرح، وطبعا إن شاء الله في الفيديو القادم راح نعلمكم كيف نحول هذه اللعبة إلى لعبة يعني تقدر تلعبها على الجوال.